السلام عليكم أعزائي التلاميذ في حصة جديدة من حصص الحكاية والوضعية التواصلية. اليوم سنتم دراسة حكايتنا السابقة. إذن عنوان الحكاية السابقة كان ديدي يحب المدرسة. إذن هذه الحكاية هي التي سنتمم دراستها في هذه الحصة. إليكم المشهد الأول. إذن هذا المشهد أعزائي التلاميذ هو يضم مجموعة من المعلومات، فيه شخصيات الحكاية، مكانها، زمانها، وهو يشير إلى بعض الأحداث التي تعرفنا عليها في الحصة السابقة. إذن أعزائي التلاميذ، الآن سأقوم بتذكيركم بحكايتنا، فأنصتوا جيداً. هيا إذن. صاحب ديدي نميرة إلى بيت مرمرة. رحبت مرمرة بديدي في الصالون، لكن ديدي فضل الجلوس في حديقة البيت تحت شجرة الموز. مرمرة: مساء الخير يا قريد، أنا مرمرة. ديدي: مساء الخير وأنا ديدي. مساء الخير وأنا ديدي. مرمرة: ماذا تود أن تشرب يا ديدي؟ ديدي: آكل موزا لو سمحت. مرمرة: اصعد الشجرة وكل منها حتى تشبع. رد ديدي: شكرا لك يا مرمرة. وتسلق الشجرة وبدأ يلتهم الموزة. لوحت نميرة بيدها قائلة: إلى اللقاء يا ديدي، أنا ذاهبة إلى مدرستي. لكن المسكين ديدي نط من فوق الشجرة ليلحق بنميرة فسقط في المسبح. صرخت نميرة قائلة: ديدي يغرق، ديدي يغرق، أنا قادمة لأنقذك يا صديقي. لكن ديدي السباح الماهر خرج بسرعة من المسبح وأمسك بنميرة وقال: خذيني معك إلى المدرسة، أنا أيضاً أريد أن أتعلم القراءة والحساب والرسم والكتابة. قالت مرمرة: ستذهب غداً معها إلى المدرسة، لكن بعد أن أشتري لك كتاباً ولوحة ووزرة ومحفظة. إذن هكذا تكون حكايتنا قد أنهينا سردها. أعزائي التلاميذ، الآن سنقوم بتدارس هذه الحكاية حتى نفهمها جيدا. إذن أعزائي التلاميذ، شخصيات الحكاية، في نظركم من هي الشخصية الجديدة في حكايتنا؟ فكروا. إنها مرمرة. أحسنتم، مرمرة وصديقان القديمان هما ديدي ونميرة. إذن شخصيات هذه الحكاية هم مرمرة ونميرة وديدي. إذن أحسنتم أعزائي التلاميذ، ثلاث شخصيات. هذه الشخصيات الثلاث، لاحظوا معي، أين يتواجدوا؟ مكانهم أين؟ فكروا ولاحظوا، يظهروا جلياً أين يتواجد الشخصيات الثلاث. في، جيد جداً، عرفتم أعزائي التلاميذ، إنه بيت مرمرة، إنه بيت مرمرة.
إذا مكان هذه الحكاية في بيت مرمرة. جرى أو جرت أحداث هذه الحكاية في بيت مرمرة. إذا الشخصيات مرمرة وديدي ونميرة في بيت مرمرة. لاحظوا أعزائي التلاميذ، هذه الحكاية بأي توقيت مرت؟ معناها في أي زمن؟ هذه الأحداث في زمن ماذا؟ لاحظوا سماء هذه الصور كيف هي؟ زرقاء، إذن إنه النهار. أحسنتم، جيد جدا. إذن في النهار. لاحظوا أعزائي، الآن بعدما تعرفنا على الشخصيات ومكان الحكاية وزمانها، الآن نقوم بتعرف أحداثها أو تذكر أحداثها. إذن في بداية هذه الحكاية أعزائي التلاميذ، من قدم إلى بيت مرمرة؟ هيا، من قدم إلى بيت مرمرة؟ من جاء إلى بيت مرمرة؟ إنهما الصديقان. أحسنتم، جيد جدا. إنهما الصديقان ديدي ونميرة. إذن جاء ديدي ونميرة إلى بيت مرمرة. بعدها أعزائي التلاميذ، من رحب بديدي؟ لاحظوا، من يرحب بديدي هنا؟ إنها مرمرة. إذن بعدما جاء ديدي ونميرة إلى البيت، رحبت بهما مرمرة. أحسنتم أعزائي، حينما رحبت مرمرة بديدي ماذا قالت له؟ كيف رحبت به؟ إذن تذكروا جملة مرمرة إذ قالت: مساء الخير يا قريد، أنا مرمرة. إذن هنا هي ترحب بديدي وتقدم نفسها إليه. بماذا أجابها؟ أجابها، فكروا جيدا أعزائي التلاميذ. إذن هنا ديدي يجيب مرمرة فيقول: مساء الخير يا مرمرة، وأنا ديدي. أحسنتم، وأنا ديدي. بعدها أعزائي التلاميذ، مرمرة طلبت أو سألت ديدي ماذا سيشرب، فأجاب، بماذا أجاب؟ هيا فلنتذكر. إذن قال أنا آكل موزا. أحسنتم، إذن ديدي قال: آكل موزا لو سمحتي. إذن هنا بلطف يطلب أكل الموز فيقول: آكل موزا لو سمحتي. هنا أجابته مرمرة، فماذا قالت؟ بماذا أجابت مرمرة ديدي؟ هل قالت له: لا يوجد موز عندنا؟ فلنتذكر، قالت: اصعد الشجرة. أحسنتم أعزائي التلاميذ، اصعد الشجرة وكل منها حتى تشبع. جيد جدا. إذن فيما بعد، إلى أين ستذهب نميرة يا ترى؟ إلى أين ستذهب نميرة؟ فكروا، هل ستعود إلى الغابة للعب؟ لا، إذن ستذهب، أحسنتم، جيد جدا، ستذهب إلى المدرسة. هنا نميرة تتوجه إلى مدرستها. إذن هنا نميرة ستذهب إلى المدرسة. ماذا حدث بعدها؟ هنا أطرح سؤال، انتبهوا. إذن ماذا طلب ديدي من نميرة؟ ماذا طلب ديدي من نميرة؟ إذن طلب منها، جيد جدا، طلب منها أن تأخذه معها إلى المدرسة. طلب ديدي من نميرة أن تأخذه معها إلى المدرسة. جيد جدا. هل وافقت نميرة؟ أجل ستفرح نميرة بقدوم ديدي إلى المدرسة معها.
لكن من تدخل في ما بعد؟ بماذا وعدت مرمرة ديدي؟ أحسنتم أعزائي التلاميذ، إذن وعدته بأن تشتري له أدوات مدرسية، فماذا قالت يا ترى؟ فكروا جيداً، تذكروا ماذا قالت مرمرة لديدي؟ غداً ستذهب معها إلى المدرسة بعد أن أشتري لك كتاباً ولوحة ووزرة ومحفظة. جيد جداً أعزائي التلاميذ، إذن هكذا نكون قد تحدثنا عن بعض أحداث هذه الحكاية. الآن أعزائي التلاميذ نذكر بعناصر حكايتنا. عناصر حكايتنا هذا اليوم من شخصياتها يوجد كم؟ ثلاثة، نذكرهم. إذن مرمرة، ديدي، ونميرة. أين جرت أحداث الحكاية؟ معناها مكان حكايتنا أين؟ إنه منزل مرمرة. أحسنتم أعزائي التلاميذ، في أي زمن حدثت الحكاية؟ معناها متى حدثت الحكاية؟ إنه النهار، إنه النهار. جيد جدا أعزائي التلاميذ. بعدها تذكرنا بعض الأحداث أو بعض الأحداث، فالآن أمر وإياكم أعزائي التلاميذ إلى تدارس أو دراسة بنية الحكاية. الآن أعزائي التلاميذ تابعوا معي، نعيد سرد الحكاية حتى نقوم بتدارس بنيتها. هيا. صاحب ديدي نميرة إلى بيت مرمرة. رحبت مرمرة بديدي في الصالون، لكن ديدي فضل الجلوس في حديقة المنزل تحت شجرة الموز. مرمرة: مساء الخير يا ديدي. مساء الخير يا قريد. أنا مرمرة. ديدي: مساء الخير يا مرمرة. بعدها قالت نميرة أو مرمرة لديدي: ماذا تود أن تأكل؟ أجابها: أريد آكل موزاً. فصعد الشجرة بسرعة وبدأ يلتهم الموز. لوحت نميرة بيدها لديدي وقالت: إلى اللقاء يا ديدي، أنا ذاهبة إلى مدرستي. نط ديدي من أعلى الشجرة فسقط في المسبح، فسقط المسكين في المسبح. صرخت نميرة مذعورة وقالت: ديدي يغرق، ديدي يغرق، أنا قادمة لأنقذك يا صديقي. لكن ديدي السباحة الماهرة خرج بسرعة من المسبح وأمسك بنميرة وقال: خذيني معك إلى المدرسة، فأنا أريد أن أتعلم الكتابة والرسم والقراءة والحساب. قالت مرمرة: غداً ستذهب معها إلى المدرسة، لكن بعد أن أشتري لك كتاباً ولوحة ووزرة ومحفظة. إذن أعزائي التلاميذ، هنا نكون قد أعدنا سرد الحكاية، فلنمر إلى تعرف بنيتها. إذن مقاطع الحكاية ستكون أربع. سنتعرف على بداية الحكاية وتوالي أحداث الحكاية في أي مقطع، ثم سنتعرف على المشكل، مقطع المشكل، وأخيراً سنتعرف على مقطع النهاية بمعنى الحل. إذن أعزائي التلاميذ، مقطع البداية، من يحدد معي مقطع البداية لحكاية ديدي يحب المدرسة؟ إذن في بداية الحكاية، جيد جداً،
إذن مقطع البداية هو صاحب ديدي نميرة إلى بيت مرمرة. رحبت مرمرة بديدي في الصالون، لكن ديدي فضل الجلوس في الحديقة تحت شجرة الموز. مرمرة: مساء الخير يا قريد، أنا مرمرة. أجابها ديدي: مساء الخير يا مرمرة، وأنا ديدي. مرمرة: ماذا تود أن تشرب يا ديدي؟ ديدي: آكل موزا لو سمحتي. إذن هذا هو مقطع البداية. الآن توالي الأحداث. توالت الأحداث، أحداث الحكاية. حينما تسلق ديدي شجرة الموز، قبلها شكر ديدي مرمرة، وبعدها تسلق شجرة الموز ليلتهم الموز. أحسنتم. إذن مقطع التالي أو المقطع التالي هو لتوالي الأحداث. إذن فلنتذكره أعزائي التلاميذ: تسلق ديدي شجرة الموز بسرعة وبدأ يلتهم الموز. لوحت نميرة بيدها وقالت: إلى اللقاء يا ديدي، أنا ذاهبة إلى مدرستي. إذن هنا سيقع المشكل والتحول. هذا هو مقطع التحول. نط ديدي من أعلى الشجرة ليلحق بنميرة، لكن المسكين سقط في في المسبح. صرخت نميرة مذعورة وقالت: ديدي يغرق، ديدي يغرق، أنا قادمة لأنقذك يا صديقي. لكن ديدي السباحة الماهرة خرج بسرعة من المسبح وأمسك بنميرة. ماذا قال لها؟ قال: خذيني معك إلى مدرستك، فأنا أريد أن أتعلم الرسم والقراءة والحساب والكتابة. هنا سننتقل إلى المقطع الأخير، وهو أعزائي التلاميذ مقطع الحل، حل المشكل. تدخل مرمرة فقالت: غدا ستذهب معها إلى المدرسة، لكن بعد أن أشتري لك كتابا ولوحة ومحفظة ووزرة. إذن أعزائي التلاميذ، المقاطع الأربع هي تمثل بنية الحكاية: من بداية توالي أحداث، مشكل، ونهاية حل للمشكل. نعيدها أعزائي التلاميذ، فانتبهوا. بداية الحكاية: من صاحب ديدي نميرة إلى بيت مرمرة إلى حين صعوده إلى شجرة الموز. توالي الأحداث: من بدء الصعود والالتهام الموز إلى حدود ذهاب نميرة إلى المدرسة. بعدها المشكل: حينما نط ديدي من أعلى الشجرة ليسقط في المسبح. أعزائي التلاميذ أحسنتم. وأخيراً حل للمشكل: حينما وافقت مرمرة على ذهاب ديدي إلى المدرسة، لكن بعد أن تشتري له أدواته المدرسية. إذن أعزائي التلاميذ، الآن تعرفنا على المقاطع الأربع: بداية الحكاية، توالي الأحداث، مشكل الحكاية، وحل المشكل. أعزائي التلاميذ، الآن أمر وإياكم إلى تذكير بشخصيات الحكاية. إذن شخصيات الحكاية: مرمرة. من هذه؟ إنها نميرة. أحسنتم أعزائي التلاميذ. وهذا القريد ديدي، ثلاث شخصيات: مرمرة صاحبة البيت، نميرة القطة الصغيرة، وديدي القريد الصغير. أعزائي التلاميذ، لاحظوا معي، لاحظوا هذه الصورة، كيف تبدو نميرة؟ هل هي سعيدة؟ لا، إنها صورة تذكرنا
بمقطع في الحكاية. إنها مذعورة، إنها مذعورة. إذن نميرة صرخت وهي مذعورة. إذن معنى مذعورة خائفة ومرتبكة، خائفة ومرتبكة. إذن هنا نميرة مذعورة. نميرة صرخت وهي مذعورة وتقول، ماذا تقول أعزائي التلاميذ؟ تقول جيد جدا، ديدي يغرق، ديدي يغرق. هنا نميرة تعبر عن خوفها. لاحظوا معي هذا القط ماذا يفعل؟ إذن هنا نط القط، نط القط معناها قفز بهذا الشكل. إذن نط القط، بمن يذكرنا هذا القط؟ أحسنتم، يذكرنا بديدي، القريد ديدي حينما نط من أعلى الشجرة، نط من أعلى الشجرة معناها قفز من أعلى الشجرة. لكن القريد ديدي المسكين أين سقط؟ في المسبح. جيد جدا أعزائي التلاميذ. لاحظوا معي الآن هذه الصويرات ستعرض بعض الأماكن. إذن هنا المدرسة، ماذا يمثل هذا؟ إنه منزل من؟ أحسنتم أعزائي التلاميذ، إنه منزل مرمرة. وما هذا المكان؟ إنه المسبح. جيد جدا. وهذا الأخير إنه الصالون. هذه الأماكن أعزائي التلاميذ تذكرنا بالأماكن التي جاءت في. جيد جدا، أين جاءت؟ في، أحسنتم، في حكاية ديدي يحب المدرسة. إذن أماكن كثيرة، من بينها المدرسة، بيت مرمرة، المسبح، والصالون. جيد جدا. إذن في حكاية اليوم تعرفنا على مدرسة وعلى بيت مرمرة وعلى المسبح وعلى الصالون، كلها أماكن في بيت مرمرة، والمدرسة سيذهب إليها ديدي ونميرة. جيد جدا أعزائي، تابعوا معي. إذن هذه هي الأدوات المدرسية التي وعدت نميرة أن تشتري، أو مرمرة أن تشتريها لديدي. إذن ساعدتكم بإظهار الكتاب، من يذكرنا بباقي الأدوات؟ جيد، محفظة، ماذا أيضا؟ تذكروا جيدا؟ ووزرة، جيد جدا، وماذا أيضا؟ ماذا أيضا؟ ولوحة، أحسنتم. إذن هذه هي الأدوات، كتاب ولوحة ووزرة ومحفظة، هذه هي عدة ديدي. أمر وإياكم أعزائي التلاميذ إلى هذا النشاط الموالي. سأظهر لكم مجموعة من الصويرات هنا وسنحاول ترتيبها حسب أحداث الحكاية. هيا أعزائي التلاميذ، إذن من بين هذه الصويرات أيها تمثل الحدث الأول لحكاية اليوم؟ هل هذه الصويرة أو هذه؟ لاحظوا جيدا. جيد جدا، إذن هذه الصويرة هي الأولى. إذن هنا صاحب ديدي نميرة إلى بيت مرمرة. بعدها ماذا حدث؟ ماذا؟ أحسنتم، رحبت مرمرة بديدي في الصالون وبعدها في الحديقة. إذن أين هي؟ جيد جدا، إنها هنا. ديدي أو مرمرة ترحب بديدي في حديقة المنزل. جيد، بعدها صورة موالية تمثل الحدث الموالي. أحسنتم، إنها هنا. ديدي صعد أو تسلق الشجرة لتناول الموز. أخيرا أو بعدها، جيد جدا، هنا نميرة تتجه إلى المدرسة إذ لوحت بيدها لديدي وودعته للذهاب إلى المدرسة.
أي صورة ستكون الموالية أعزائي التلاميذ من بين الصويرات الثلاث المتبقية؟ جيد، أحسنتم. هنا حينما صرخت نميرة مذعورة وذهبت لتنقذ ديدي. بعدها أعزائي التلاميذ، أحسنتم، هذا هو المشهد الموالي حينما طلب ديدي من نميرة أخذه إلى المدرسة ليتعلم الرسم والكتابة والقراءة والحساب. جيد جدا. وأخيرا المقطع الأخير أو المشهد الأخير هو الذي سيمثل المقطع الأخير، حينما قبلت مرمرة بذهاب ديدي مع نميرة إلى المدرسة بعد أن تشتري له أدواته ولوازمه المدرسية. إذن أعزائي التلاميذ، نعيد سرد الحكاية. صاحب ديدي نميرة إلى بيت مرمرة، فرحبت نميرة أو مرمرة بديدي في بيتها هنا. بعدها طلب منها أكل الموز فصعد إلى الشجرة بعدما قبلت. بعدها لوحت أو ودعت نميرة ديدي حتى تذهب إلى المدرسة ليحاول اللحاق بها، لكن المسكينة سقط في المسبح. هنا خافت نميرة وبدأت تصرخ. بعدما خرج ديدي من المسبح طلب منها أن تأخذه معها إلى المدرسة لتوافق مرمرة على أن يذهب معها بعد أن تشتري له لوازمه المدرسية. الآن أعزائي التلاميذ، بعد هذا النشاط أمر وإياكم إلى الوضعية التواصلية. إذن هنا أعزائي التلاميذ، مرمرة تحيي ديدي، وقد قلنا سابقا أن التحية تكون ب السلام عليكم. جيد جدا، أعلم أنكم ستتذكرونها، السلام عليكم أو مساء الخير كما قالت، أحسنتم، كما قالت مرمرة، أو صباح الخير، أو طاب مساؤكم، أو حياكم الله. إذن كلها أساليب أو عبارات للتحية. نتذكر تحية مرمرة لديدي وكيف أجابها. هيا، جيد جدا. مساء الخير يا قريد، أنا مرمرة. بماذا أجاب ديدي؟ مساء الخير يا مرمرة، وأنا ديدي. أعزائي التلاميذ، الآن هذا في المساء، وقلنا في الصباح نقول صباح الخير يا قريد، أنا مرمرة. وبماذا يجيب ديدي؟ صباح الخير يا مرمرة، وأنا ديدي. أعزائي التلاميذ، انطلاقا من هذه الوضعيات يمكنكم أيضا أن تقوموا بصياغة وضعيات أخرى أو محاولة تشخيصها مع أصدقائكم أو إخوتكم بالبيت، مثلا في الصباح والمساء، حين الدخول إلى البيت إلى آخره. فمثلا حينما نقوم أو نعود من المدرسة يجب أن نحيي من بالمنزل، فماذا نقول؟ السلام عليكم، أحسنتم أعزائي التلاميذ، السلام عليكم أهل البيت. إذن هنا سيردون ويقولون، ماذا سيقولون؟ جيد جدا، سيقولون وعليكم السلام ورحمة الله. جيد جدا. أو مثلا التقيت بصديق في الطريق، هل ستمر بدون تحيته؟ لا، إذن ستقول حياك الله يا صديقي، وسيجيبك طاب يومك يا صديقي. جيد جدا. إذن هنا أعزائي التلاميذ تنتهي حصتنا اليوم من الوضعية التواصلية والحكاية، على أمل اللقاء بكم في حصة مقبلة. إلى اللقاء.